عافية. الله يسلمك. صباح الخير مشاهدينا الكرام. نقطة مهمة اللي طرق لها لطفي وإيمان اللي هي كما قلنا الرياضة في فصل الصيف. كاين الناس كما قلت تحب دير لي زونطريمون تاعها اكسيليري ولا ان اوبجيكتيف اكسيليري باش يلحق كما قلت الجسم تاعي ولا اللي راهو حايبو في الصيف باسكو كي نقولوا الصيف نقولوا البحر نقولوا يعني خرجات نقولوا اللباس يكون جميل يكون كما قلت دي ميموش يعني باش يستعرض عضلات تاعو ممكن ولا باش يبان جسم عنده يعني جسم جميل. لكن كما قلت هذا حاجة الاولى كما كنا نحكيو دوكا لطفي حاجه غير صحيه انه ممكن في شهر ولا الوزن هذا اللي رفضوا يعني في مده خلينا نقول مده سنوات يحب زعما في شهر برك راح يلحق لوبجيكتيف فينال يحيبو هذا جد خطير وجد يعني نقدر نقول لك ممكن كاين ناس يقول لك فوالا في شهر نقصت 20 كيلو نقصت 15 كيلو لكن وشنو كما قلنا صحيا هذا راح تضر الجسم تاعو تطبيقيا يعني يقدروا فيه ناس تنقص في شهر ب 20 كيلو 15 كيلو ما نقولش نركب سؤال بصيغه اخرى شحال يحتاج الجسم باش يحرق وباش ينحت شكله شحال يحتاج وقت يعني بتقولي وقت مده زمنيه مده زمنيه ما نقدروش نربطوها بشكل كل جسم ويعني كل جسم الميكانيزم تاعو كل جسم كيفاش راح شحال راح ياخذ وقت يعني كل يعني مثلا نقولوا انا ولطفي ولا الاخ ايمان ما عندناش نفس الميزات ما عندناش نفس الخصائص ما عندناش يعني نفس طبيعه العمل تاعك وتاعي مش كيف ممكن انا يكون حركه بزاف اليوم اللي تخليني راح يعني راح ننقص وزن بالك مع يعني في مده قصيره باسكو العمل تاعي راهو يطلب مجهود كبير. فيما نشوفه في جانب اخر كاين ممكن انسان واحد اخر يكون العمل طبيعه العمل تاعو بزاف قاعد بزاف في المكتب كذا لانه اللي حتخليه راح لازم يضاعف المجهود تاعو يعني في الرياضه باسكو كي نقولوا انقاص الوزن ولا كي نقولوا لي زوبجيكتيف هذوما تاع يعني واحد يحب يعني يدير الجسم الجميل هذا ولا ماشي غير الرياضه اللي رانا نحكيو عليها يعني ماشي غير الحصه الرياضيه اللي يديرها في اليوم ولا يوم بعد يومين ولا كاين حتى كيما نقولوا النمط الغذائي خلاص هذا باين هذا شيء مفروغ منه النشاط اليومي تاع الانسان هذا روتين الحياه يعني اذا كان كيما قلنا اذا كان هو يوم كومبلي هو قاعد سواء فضى سواء في المكتب يعني ما عندوش حركه كبيره في اليوم ما عندوش نشاط كبير حصة تاع رياضه واحد ولا ما كانش كيما قلت لك يديرها ريجوليارمون يعني مع الوقت لازم يولي يدير بالك ممكن اربع حتى خمس خطرات في الاسبوع مش راح يلحق تم يعني لوبجيكتيف تاعو باسكو علاش النشاط تاعو اليومي ناقص بزاف سي بور سا كاين اخصائيين يعني كيقولوا في المجال تاع الرياضه ولا كيدير ان اوبجيكتيف تاع لا بير دو بوا ولا مع الكليون تاعو ولا لاديرون ديالو راح يعطي له انا يعني نحكي عامه ولا نحكي على روحي انايا ماهوش راح يكون غير الحصه الرياضيه اللي نحكيو عليها تاع اليوم يعني تاع ساعه ولا راح يكون كما قلنا نحكيو عن النشاط اليومي النشاط اليومي الا كان يمشي الا كان الا كان قاعد برك ولا يعني انا واش راح نسيي باش هو الا حاب كما قلت تاكسيليرو ناكسيليري ولا لوبجيكتيف هذايا راح يزيد لازم النشاط تاعو في اليوم مع انه كما قلنا راح يكون الا كان بزاف اكسيليري مضر ليه وراح ينهك الجسم تاعو في المده تاع الشهر هذا شيء مفروغ منه.